مساحتنا التالية رح نترافق فيها بعالم الطفولة، هالعالم المليء بالأسرار، فمباين العفوية يلي بتلامس حدود البراءة إلى طرق التعامل وردات الفعل من الأهل يلي أكيد أحيانا بتخدش حدود هيدا العالم وتترك ندبتها على مر الزمن. أكيد خلينا نتابع مواهب الأطفال واكتشاف طرق تنميتهم وكيفية زرع القيم وما الأخطاء التربوية التي قد تصدر من الأهل بحق الطفل. أسئلة كتير رح تجاوبنا عليها الاختصاصية الاجتماعية ميس الحفار. يسعد صباحك. أهلا فيك، صباح الخير. صباح الخير ميس. صباح النور يا أهلا هلا. وسهلا فيك. أهلا فيك. البداية خلينا نحكي كيف بيتم زرع هي القيم، وكيف بيكون يمكن هي لحتى تكون قيم صحيحة وتنبت مع مدار السنوات أكثر. كتير حلو. هلا نحن كتير بنشدد على الـ6 سنوات الاولى، يعني يفضل من الاهل يستثمروا هي الـ6 سنوات الاولى، لانه هون عم يتكون شخصيه الطفل، وهون عم يتكون الضمير عند الطفل. تمام. ففي عده طرق نحن بنحكي عن طريق القصص، كتير حلوه وممتعه بالنسبه للطفل. كتير مهم نحسن اختيار القصص اللي بتحمل قيم مثل الصدق، الامانه، التسامح، لتتكون بشخصيه الطفل وتصير جزء لا يتجزا بشخصيه الطفل، والاهم من هيك انه نحن نكون قدوه حسنه لهم. طيب خلينا نحكي مع حضرتك كيف بتتم عملية تنمية الفكر الإبداعي لدى الطفل، يعني أول 6 سنين هي الأهم بمرحلة الطفل ببداية حياته، لأنه هو بيتأسس على الصعيد الشخصي، يعني حياته شخصيته للمستقبل هي بناء على هذول الـ6 سنوات. ممتاز. هلا نحن في الفصل الايمن، هلا تنميه الفكر الابداعي بتيجي من مراعاه الفصل الايمن من الدماغ المسؤول عن الفن، الرسم، الموسيقى، النحت. طيب انا اذا ابني بده يكون مهندس بالمستقبل او طبيب او عالم فيزيائي، شو له علاقه هي الفنون؟ بنقول لهم علاقه وثيقه بين الفصل الايمن والفصل الايسر، لانه حتى لو كان الطفل بيطمح بالمستقبل يكون مهندس او طبيب او عالم فيزيائي، فهذا رح يساعده يكون عنده فكر خلاق، فكر ابداعي، يعني مهندس مبدع، طبيب مبدع، عالم فيزيائي مبدع. فكتير لازم نحن كاهل نستوعب اهميه هي الفنون، ما يعني نتجاهلها او نعتبرها هي امور ثانويه. فهون بيبدا كيف بيتم استثماره، يعني نحن الاهتمام بالفنون، اهتمام. هلا طبعا نحن بمجتمعنا بنهتم بالعلم، بنهتم بالرياضيات والفيزياء والكيمياء، ولكن للاسف الشديد نحن هي الفنون ما بنعطيها اي اهميه، بنعتبرها اشياء ثانويه. لا، هي ما لها اشياء ثانويه، هي اشياء اساسيه تماما مثل هي العلوم. اذا انا عم ببحث لكون ابني يكون عنده فكر خلاق او فكر مبدع او فكر مبدع، مثل مثلا كمان بيتهوفن قال الفن مصدر للالهام اكثر من الفلسفه. يعني حتى حاب اذكر عن اينشتاين، وقت كان يواجه مشكله علميه بالعلوم الطبيعيه او حاول يستفسر عنها كان يروح يعزف كمانجا. فتخيلي، يعني هي ادوات تحفيز يمكن ابداعيه. ايه، هو حتى العلم اثبته، يعني حتى العلم اثبت اهميه الفصل الايمن واهميه هي العلوم الفنيه، يعني اثبت وصل العلم لهي النقطه. نعم. خلينا نحكي عن يمكن اهتمام الاهل بهيدي النقاط حتى ينموها جوات راس الطفل من هو وصغير، تعاونهم مع المدرسة، تعاونهم أيضا مع المعاهد يلي تستقطب المواهب لحتى الطفل يبقى حابب. يمكن بنشوف كتير أولاد خلص ما حبيت هاي الشغلة، ما فيني تابع فيها. كيف فينهم هن يجذبوه أكثر لحتى يتابع حلو بالفنون؟ حلو. هلا أنا مثلا افترض أنا مرات عم بقول له لابن أختي إنه تعال نتعلم الشطرنج، فمن بداية الأمر ما تقبلها، فرحت لشيء هو بحبه، هو بحب الرياضيات. فقلت له انت بتحب الرياضيات وحابب تصير، اكيد حابب تصير كثير ذكي بماده الرياضيات، بتعرف هلا نحن اذا تعلمنا الشطرنج بتصير ذكي كثير بالرياضيات؟ هون الطفل بتجاوب. دائما اسلوب، هو اسلوب. لا، مو بس الاسلوب، طبعا في اسلوب، بس في نقطه جوهريه، ركز على الشيء اللي بيحبه، دائما روح الاشياء اللي بحبوها من خلاله. يعني من خلاله انا فوت للشيء، مثل ما قلت لك شطرنج، بحب بحب الرياضيات، اوكي اذا بتحب الرياضيات تعلمت الشطرنج بصير ذكي كثير بالرياضيات، ففتت بمجال هو بحبه. طيب خلينا نحكي عن اهميه الحوار بين الاهل والطفل، لنعرف نحن كثير من المهارات لدى الطفل عندنا ولازم ننميها، لانه هلا في انشغال كثير كبير للاهل، عم نشوف الام عامله، الاب عامل ساعات طويله بالعمل، ففي غياب فترات طويله عن الطفل. يمكن هي نص ساعة مساء مع الطفل دردشة لنعرف شو مهاراته، كيف فينا ننميها، من خلالها فينا نوجه الطفل. يعني عليك، هلا انا مو ضروري انه والله كأم طول الوقت لازم اكون جنب ابني، ولكن كافي لو نص ساعة اقعد احكي مع هذا الطفل، شو صار معك اليوم؟ شو المواقف اللي صارت معه؟ شوف شو الافكار اللي حاملها، لانه كثير مخيف، يعني انه صرنا بوقت
بوجود الإعلام، قنوات كثيرة، وفيني أقول إنه قنوات للأسف الشديد بمعظمها عم تحمل أفكار مسمومة ساذجة، ما عاد في رقيب أبداً. أبداً. طيب أنا بهالحالة شو بدي أعمل؟ طبعاً أكيد بدي شوي خفف التلفزيون وحط بدائل أنشطة مثل الشطرنج، الرسم، الموسيقى إلى ما هنالك، بالإضافة للحوار. طيب أنا الحوار شلون بلش فيه؟ شو عم يحمل أفكار هذا الطفل بصير بتحاور معه؟ كمثال لنفترض أنا مرات صراحة تفاجأت بنت صغيرة عمر 11 سنة بتقلي الإنسان حر يعمل شو ما بده، فهون بتشكل خطورة لأنه الحرية دايما ضمن حدود حلوة، تمام؟ فأنا هون بلشت فوت بطرح أسئلة، كيف يعني الإنسان حر؟ يعني شلون الإنسان إمتى مسموح يعمل هذا التصرف وإمتى لا؟ وعطيتها تصرفات يعتبر تصرفات غير لائقة، شو وجهة نظرك؟ دايما بخلي شو مفهوم الحرية حتى هي بالنسبة اللي لطفل العمر 11 سنة؟ فلازم أنا أطرح عليها كثير أسئلة لنشط الفكر المنطقي عندها وتوصل لاستنتاجات، عرفت شلون؟ هي تقتنع طبعا بدها تقتنع، هي من تلقاء نفسها. يعني انا ببلش اول شيء بطرح اسئله لها، ما بعطيها الاجوبه جاهزه، فيني بعدين وضح لها انه هذا التصرف غلط لانه 1 2 3، وضح اشرح هذا التصرف صح لانه 1 2 3. ونحن كثير حلو نختار الافكار الصحيحه، ناخذ التصرفات الصحيحه، بتليق بانسانيتنا، بتليق بذاتنا، وبالنهايه نحن حنبني مجتمع، نحن حنكون فاعلين، رح نكون منتجين، نحن جزء من هالمجتمع والمجتمع بيرتقي من خلالنا نحن كافراد بالمجتمع. هي الحوار البسيط مع الطفل عن جد غالبا بتجيب هذا كثير مهم، يعني الحوار بين الاهل والطفل جداً. وردات فعل الاهل تجاه هذا الحوار لازم تكون محدوده ومضبوطه، يعني ما قد ما كانوا تعبانين او قد ما كانوا صحيح. مشغولين لازم عن جد هو ما مو ضروري هالساعات الطويله، عن جد مو ساعه طويله. واهم شيء الاشباع العاطفي، بحب اكد عليها الاشباع العاطفي. كل ما بقول للاهل انه كثير مهم انه تعطوا اشباع عاطفي للطفل، بيجيني ردات الفعل من بعض الاهل انه نحن ما بنقصر، شو ما بدهم نعطيهم، بنجيب لهم موبايلات، بنجيب لهم شو ما طلبوا. مو هذا الاشباع العاطفي، هي اشياء ماديه بتدمر مباشره، ننفذ له شو ما بده، اشياء ماديه بتدمر الطفل. الاشباع العاطفي المقصود فيه اقعد معه، ضمه، بوسه، اعمل له اكلات طيبه ولو بشغلات بسيطه جدا، اظهر له الاهتمام. قديش الطفل رح يتعزز ثقته بنفسه، رح يكون سعيد من اهله كثير، رح يحاول قدر المستطاع يعمل اشياء بسر اهله. يعني هي النقطه، هذا الاشباع العاطفي اللي بقصد فيه. انتبهوا يا اهل. نعم ميسا، منشوف كمان هلا كثير يمكن بعمر الاشهر الصغيره ببلشوا الاهل اشهر، اول ما ببلش الطفل يوعى هيك شوي بمسكوا الموبايل او الايباد او اللابتوب او التلفزيون، بيحطوا له يمكن اغاني، افلام كرتون، فبتصير يعني هلا بنشوف كل الاولاد بعمر السنه بيعرفوا يفتحوا الموبايل ويحطوا الباسورد قبل ما يتعلموا الحكي. يمكن خلينا نحكي بهي النقاط، قديش صح وقديش خطا. كثير حلو، كثير حلو حكيت، طرقتي موضوع كثير خطير، بعتبره خطيرها. السبب بالسنوات الاولى الجهاز العصبي بده يتكون، فلازم الايباد، وقت الطفل بيمسك الايباد الانسان ما الطفل ما بتحرك، الجهاز العصبي كيف بتحرك؟ اذا زحف الطفل، اذا استخدم ادوات، يعني ادوات العاب بتنمي مهارات الادراكيه عند الطفل. يعني بدي اقول شغله، وقت الطفل بيحمل الموبايل له اضراره، من ضمنها بتسبب خمول بالدماغ وبدمر خلايا الدماغ، تمام؟ بالاضافه طيب الطفل باي كبسه زر يعمل شيء، يطلع فيديو يوتيوب مو ظريف. يعني انا الصراحه متابعه الافلام كرتون، في ناس بيقولوا لي لا لا نحن كل القصص الاباحيه نحن شايلينها، اطمني. بقعد براقب الافلام الكرتون تبع الاطفال، بتخللها فوضى، خليها شيء رسائل خفيه الاهل بيشوفوها، مبطنه صحيح في كثير، بتتخزن العقل اللاواعي عند الطفل. طيب بكره رح يطلع منه تصرفات غير لائقه، حتقولي انا ما هيك ربيته، هو انت ما انت هيك ربيتي، بس شوفي الاشياء اللي عم نشوفها من خلال اليوتيوب، وانت على اساس ضمنانه انه هي افلام كرتون ما فيها شيء، لا في رسائل خفيه، في شيء كثير مبطنه، وفي كميه كبيره من العنف عم نشاهدها من خلال برامج الاطفال، ضرب ودمير. يعني يعني عليك عنف، يعني انا عم اقول لكم انه عن جد انتبهوا، يعني هذا الطفل ثروه لكم، ثروه لنفسه، ثروه للمجتمع. اذا انا ما مشيت معه صح بعدين كيف بده يمشي المجتمع؟ يعني هن بيتحججوا يمكن بيقولوا انه الموجز من الإخبارية السورية، أهلا بكم. أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على بلدة الغرية الغربية في ريف درعا الشمالي الشرقي بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها بشكل كامل،
وقال المصدر إن وحدات من الجيش فرضت سيطرتها على البلدة بعد القضاء على أعداد من إرهابيي جبهة النصرة وتدمير أسلحتهم وعتادهم. وأضاف المصدر إن وحدات الهندسة قامت على الفور بتمشيط البلدة بشكل كامل، حيث فككت الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في البلدة، وذلك لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن. انضم عدد من البلدات والقرى بريف درعا إلى المصالحات في وقت تواصل فيه وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد أوكار إرهابيي جبهة النصرة في درعا البلد والنعيمة. وأفاد مراسلو الإخبارية بورود أنباء عن دخول بلدتي طفص والمزيريب بالريف الغربي في درعا بالمصالحة. وفي وقت سابق انضمت قرى وبلدات داعل والغارية الشرقية وتلول خليف وتل الشيخ حسين إلى المصالحات بعد تسليم المسلحين أسلحتهم للجيش تمهيدا لتسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن وجود القوات الروسية في سوريا بعد القضاء على الإرهاب مرهون بموقف وطلب الحكومة الشرعية في سوريا. وقال بوغدانوف إن موسكو تسترشد برأي الحكومة السورية عند اتخاذ قرارها بشأن الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا في نهاية الحملة ضد الإرهاب. وأضاف بوغدانوف عندما تنتهي الحرب ضد الإرهاب ولا يعود السوريون بحاجة لمساعدتنا في محاربة الإرهاب، سنسترشد بموقف الدولة السورية ذات السيادة ممثلة بحكومتها الشرعية لتحديد إن كان وجودنا هناك ضروريا أم أن مهمتنا قد أنجزت. وفي خبرنا الأخير، سحب مجلس الدولة البلجيكي مؤقتا 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية FN هيرستال. واستند قرار السلطة القضائية في المملكة البلجيكية على حقيقة أن السلطات في مقاطعة والونيا والصادرة عنها رخصة التصدير للشركة لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية لدى النظام السعودي في حربه على اليمن وفقا لمتطلبات اللوائح البلجيكية حول استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية. نهاية الموجز، بأمان الله. هيك بيكون بالانجلش مشان تتقوى لغته او بالفرنسي يعني مشان تتقوى اللغه. طيب فهنا بيتحججوا انه لا لازم يشوف شي ساعه وشوي مشان تتقوى اللغه. انا مع انا وقت ببلش بثلاث اربع سنين خمس سنين مثلا اوكي، ولكن انا فوق راسه مده ربع ساعه فقط. أوكي. مده ربع ساعه بس فوق راسه يعني بنرجع بقول فوق راسه لانه عن جد بتخللها افلام كرتون كوني انا كثير متابعه حريصه على موضوع الطفل. كثير في رسائل خفيه، كثير في شيء كميه عنف بنرجع بنشدد عليها بكميه عنف غير مقبوله. هون يمكن فينا نقول ضبطه من خلال كمان الاشباع العاطفي، يعني هي ردات فعل بتكون للطفل من خلال متابعه افلام الكرتون لانه ما عنده اشباع عاطفي او ما عنده هي الجلسه الحواريه مع الاهل، دغري ممكن يمتص هي القصص. هون يمكن مثل ما قلنا نقط اساسيه لازم من خلال لا يتم التبادل مع الأهل، بتركزي على نقطة أساسية بتلاقيها. الإشباع العاطفي له دور مهم، أما لما نشوف عم يتابع أفلام كرتون فيها عنف بتلاقيه متلقي بشكل أكبر، أما لما كان عنده إشباع عاطفي لا بتحسي إنه لا بيسأل بيستفسر شو هذا، بيكون عنده مشكلة معه. تمام، غير اضرار على الدماغ، يعني في ناس بتوصل لمرحله يعني بوصل لحاله صحيه سيئه كثير. شو بدي اقول هلا الاهل؟ طيب نحن عندنا شغل،
طيب شو بدنا نساوي؟ كثير في وسائل، انا دائما بقول لهم يعني تعالوا احضروا، اعطيكم انه موضوع بالنسبه للطفل المميز، بعطيهم وسائل بديله، والطفل بس تعطي وسائل بديله، في وسائل بديله جدا مفيده وبيقعد ساعات طويله فيها وكانه يعني ما لا امه لا هون ولا ابوه لا هون، مستمتع فيها وبتنمي الذكاء وبتنمي قدراته. ففي بدائل، برجع بقول للاهالي في بدائل يعني، يعني حتى الموبايل انا بقول لهم انه الموبايل ممكن يكون ضمن البدائل، يعني التواصل مع الاهل ان كان على الشات ولا على الفيديو فيكي تتواصلي لو انت بساعات طويله، يعني ما يكون الموبايل او اللابتوب او التابلة فقط برامج الاطفال والتسليه، في يكون صله وصل يعني بهي الفترات الساعه الطويله لازم يكون في تواصل. انه نحكي مع الطفل او شيء كمان مو غلط يعني، مو غلط. نعم ميسا، طب هون خلينا هيك شوي نحكي، اذا الطفل عنده مشكله اكيد الاهل لحالهم ما فيهم هن يقوموا بواجبهم للعلاج، اكيد لازم يتطرقوا لاخصائيه اجتماعيه تماما مختصه بالاطفال. خلينا نحكي عن بعض الحالات كيف بيتم علاجها او كيف تستقطبي هاي الحالات، ويمكن بدهم الاهل والاطفال ايضا هيك جلسات لحتى يصيروا مناح. هلا دائما بقول لهم للاهل في 70 نمط شخصيه، فانا كثير بنصح الاهالي يجوا يحضروا، يعني انا خلال ورشاتي خلال دورات كثير بترك الام تحكي شو المشاكل عم تعانيها مع ابنك، شو المشاكل عم تعانيها مع بنتك، لحتى ساعدها بحلو بايجاد حلول، لانه غالبا المشاكل تنوجد من الاهل، عرفت شلون؟ فبعطيهم عدة طرق، لمثال انا الطفل دائما نحن بنتعامل مع الاطفال بست سنوات الاولى انه هن صعبين، انا بقول لهم والله مو صعبين، كثير ممتعين وكثير بس اذا عرفنا نتعامل معهم. كمثال بقول لهم دائما حطوا اكثر عباره بقولوا لي اياها انه الطفل عنيد، كيف اتعامل معه؟ هلا الطفل العنيد السنوات الاولى من عمره بسيط جدا، كمثال انه مثلا افترض دائما بقول لهم اعطوا خيارين صحيحين. يعني شو خيارين صحيحين؟ يعني مثلا افترض انه ابنك عند بده يلبس البوت الاسود اللي انت جايبتي له اياه للعيد، وانت ما بدك اياه يلبسه هلا، فحطيه بين خيارين صحيحين، قولي له احمد تلبس البوت الاخضر ولا الابيض؟ وقت بتحطيه بين خيار هو بيختار بين الابيض او الاخضر، والاسود خلاص يعني ما بتجاهله، عرفت شلون؟ هي من الحلول اللي بيقولوا انه شيء سحر، يعني شو هذا تجاوبوا اطفالنا معنا كثير في حلول ايه ده هيك بكف خلاص ده حرام 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 حرام. بقول لهم والله العظيم الطفل يعني بقول لهم بس تعالوا، يعني انا بتمنى كل يوم افتح دوره لانه قديش الطفل التعامل معه اسهل من الكبير. انا مشكل مع الامهات والاهالي انه ما عم يستوعبوا انه البعض منه يعني للاسف شديد موجوده هي انه في شيء اسس علميه صحيحه، انتم عم تاخذوا المعلومه خلال يوم بس، هي دراسه سنوات 70 سنه دراسه. بس ميس كمان ما بدنا نحط كل اللوم على الاهل، كمان مرقنا بحاله من الحرب، من الضغط النفسي، من الضغط الاقتصادي، من الضغط الاجتماعي، تنقلوا بين بيت والثاني، كمان الاهل في ضغوطات كثير كبيره عليهم. انا شغله انا كثير مراعي هدول، يعني مراعي الاهل، مراعي كل شيء، انا كل شيء مشان الطفل مشان الاهل انا مراعيته 100%. بالفعل الحرب كثير اثر على حال النفسيه للطفل، انا اعطيته كل شيء حلول، يعني عن جد ما في ام حضرت عندي قالت الا طفلي تغير للاحسن، بقول له انت عم تاخذ اسس علميه، ما عم نجيبها شيء من شيء اعتباطي، فانا مراعي هي المشاكل النفسيه والاجتماعيه اللي تاثرت على الطفل والحرب، بس مو معناتها ما في علاج، لا في علاج، في علاج وراح يصيروا احسن منا، بس اذا مشينا صح، يعني مشينا صح مع هذا الطفل بالنهايه هنا حيبنوا الوطن، اذا مشينا صح معه. والطفل يمكن اول ما ينخلق خام، يعني انت شو بتخزني فيه البيئه المحيطه الاهل التربيه كله بيطلع بعدين، يعني من الاساس هي اول 6 سنوات شو بيمتص من حولي عادات تقاليد صفات عادات كلياتها هي بتطلع بعدين، يعني هي بتاسس بمرحله المراهقه ومرحله الشباب، هي مرحله كثير مهمه لازم نركز عليها كثير كثير، بقول لهم كثير يعني بتلاقي الولد عصبي ليش؟ لانه فعلا ابوه عصبي وهالقد يعني عمره 3 سنين بتلاقيه صغير، بس تحكي معه بهدوء، يعني انا بقول لهم هدول الاطفال بالذات يعني كثير في ناس كلمه اسره لك هدول اكثر مرحله من العمر اللي بياخذوا العقل اذا عرفنا مشينا معهم، يعني انا مالي امور طيب مالي امور بس وقت بمشي معه صح خلص مش الحال، فانت بس خذي الاسس، يعني انا عم بعطيكم الاسس خذوها وطبقوها مع اولادكم حنجيب نتائج. انا برجع بقول ما في ام ما حضرت ما حسيت حالها استفادت، عرفت شلون؟ يعني ما تستخفوا بهي القصص، ما تستخفوا بالتربيه اللي مبني على اسس علميه صحيحه، يعني انا من خلال دورتي قال العالم الفلاني قال العالم كل عالم شو حكى، ولكن كلهم متمركزين نحو نقطة معينة، ويعني إذا ما فادتك هالطريقة خذي هالطريقة، إذا ما فادتك ففي عدة طرق. يمكن يعني ثقافة الأخصائية النفسية والأخصائية الاجتماعية جديدة على الناس وظهرت هلا بأيام الحرب يلي نحن كثير بحاجة لها، بس في يمكن كثير من الناس
ما بتلجأ ابدا او بتقول لا، عندهم استخفاف بهذا الشيء للاسف الشديد. نحن بنسمعها. في حابه اقول شغله، معلش، موجوده بمجتمعنا انه انتم بدكم تربونا اولادنا. ليش هذا الطفل شو مكون؟ مكون من روح ونفس ودماغ، تمام؟ في علماء اختصوا بهذا المجال، قضوا سنوات طويله يعني فوق اكثر من 100 سنه وهن عم يبحثوا بتركيبه هذا الانسان، تركيبه الانسان وين ما كان موجود، ان كان اوروبي ولا غربي ولا صيني هو موجود. بقول لهم مثلا مثل اليابان كانت بالحرب العالميه الثانيه ما كان في عندهم عباقره، ظهرت بعد الحرب العالميه الثانيه. كيف يعني رب العالمين هيك قرر وتعاطف معهم وجاب لهم اطفال العباقره هيك جاهزين؟ حتما لا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. نغير عاداتنا السلبيه، تفكيرنا السلبي، اعتقاداتنا السلبيه، مفاهيم السلبيه. حتى دائما اول ما ببلش بكل دوره اول كلمه بقولها، بتعرفوا الازمه اللي صارت ووصل عالمنا العربي لهون؟ الفوضى هي الاخطاء، الاخطاء الفادحه بالتربيه. وللاسف الاعداء استغلوا هذا الشيء. فبتمنى يعني أكيد. احتراما لله واحتراما للوطن واحتراما للانسان نقدر شيء اسمه تربيه مبنيه على علم. اكيد عالم الطفوله ميس عالم كثير واسع وجميل، بنخوض بتفاصيله بحلقاتنا اكيد القادمه. بنتشكرك على وجودك معنا ميس الحفار الاخصائيه الاجتماعيه، شكرا كثير لك. ميرسي لك ميس، شكرا كثير.